البلدية. توني عند بيتي يمديني أزرع. قايلين لك ياسر مشرة هديك. إيه اللي في المدرج يتفرج أوكي؟ لا تنبسط أنت وياه، قدم الغشيم والحقه. أقول لك أنت الغشيم. لا يا شيخ العب وأنت ساكت، تونا فايزين عليكم أوكي؟ انضغط أبو طاقية. أصلا الشرع مو عليكم، الشرع على اللي يلعب معكم. أنا وياسر عندنا دوامات ولعبتكم ذي بتطول. إي والله ورانا مدير غثيث الله يغثه. انسحبت يا خواف. لا يا شيخ تخسى ننسحب ها؟ كمل كمل الجيم. كيف ود عمي؟ يلا. قال إيش؟ قال انسحبت. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هي قهوة تقند الراس. خذي الاسفنجان ونامت. قهوة دحين يا عمي في آخر الليل؟ إيه ما فيها شيء. لا 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 بالعافية أنا ما أبغى. الحين جهال ما هو بضارة بس خذي خذي الله يصلحك. الله مرة طيبة. يا ابو يا خرد ما تعرف تلعب. لا تعال. لا تعال. أذن الفجر. تمام. لا إله إلا الله. يا الله صباح خير عشان رفيق. ها خير يا بنتي ما نمتي؟ لا خير يا شر وش فيه؟ من القهوة حقتكم هذي. هذا وانت ما شربتي الا فنجان الواحد مسهرني لغاية دحين وانت يا عمي ما شاء الله شفطت الدلة كلها ونمت. حنا نشرب الدلة كلها وننام ما فينا الا العافية. سلام عليكم. خير وش فيه مقروص؟ ما جاه الا بعد الفجر وطلع نام ساعتين ودحين رايح الدوام. عجيب والله. إذا هذا دوامك عندنا يا ياسر ما عاد تنفع موظف أنت. معليش الله يحييك بس اللي ما نمت زين أمس وفيني أرق. أرق؟ علمنا متى بينتهي الأرق ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده أرق ويعطينا عمل ممتاز. وأنت يا عامر صم وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة جاهزة. خلاص جيبها لي على المكتب يلا. أبشر أبشر. حك ما قومت أنت وجهك. قومتك من اليوم سويت ما شفتني وشد لك كذا. رحلة رحلة بس خلص خلنا ودينا بس التقارير. كثر كافي كثر كافي رح. وش ذا التقارير كلها غلط في غلط؟ يا ريتك ما كتبتها. أفا متأكد طال عمرك؟ بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف؟ هذا خطأ مطبعي من الطابع مو مني. زين قل لي في عندنا قسم اسمه الموارد البشرية؟ يا حبيبي اسم الموارد البشرية. أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي يعني من اصبعي أنا ضغطت على النون بالغلط. يا على اصبع العدو الكسر. اسمعني زين أبيك تاخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتأمل فيها والتواريخ وبالطريقة ذي أنا ما أقدر أقدمها. تفضل. أبشر أبشر. تفضل مكتبك تفضل. صمت العمر صمت. لا تزعل صمت. عامر عامر عامر. خير خير وش فيه؟ في أحد يقوم واحد كذا؟ ترى أنت نايم من يوم رجعت من الدوام ودحين صارت الساعة 10 في الليل. إيش الحياة المقرفة حقتك هذه؟ خلاص ساعتين قوميني، الساعة 12 قوميني. ترى طفشت وأنا قاعدة لوحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص روحي الساعة 11 قوميني. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض، ما تزعل وجهك أنت. وش أسوي يبا؟ نومي ثقيل. نومك ثقيل؟ لو في مباراة ولا طلعة مع ربعك صار نومك خفيف. لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله. آمين. باقي صلاة العشاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. يبوا ياخذوا لكم إجازة، ترى وضعكم كذا مرة ما يجي. المشكلة ما عندي رصيد. يعني الإجازة بفلوس؟ شوف إيش يقول ذا السبة، مو هو برصيد فلوس، رصيد إجازات. والحل لكم سنة، كل واحد فيكم يقول بعدل نومي بعدل نومي وما أنتم عارفين. يا حبيبي حلها ربك، المهم بكرة ويكند، خلونا نفلها يا عيال. إي والله هو بنشبع نوم. الحين قرب ورقة البلوت خلنا نلعب. يلا ياسر تعال قابلني. يلا. تعليم كابتن. غش ما فيه اوكي؟ صح 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 صح. العب. سجل عندك، قاطع بالشريه. مسوي ذي تبي تنحاش من الكبوت ها؟ ادري عليك ها؟ لا تهايط. صبحهم بخير. هلا والله. هذولكم مصريين مثلي. اي والله مواصلين. ايش دراك؟ ابد والله شفت سناباتك تجيب فطور واجيكم. حيو الفطور جا فوقته. ولا كفته. سنعنا بيض شاهي. ابشر من العيون الثنتين. لا تزود السكر. كفو والله. اوف 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 ايه دم انتو يا اخ راسي ليش ما حد شال السفرة مش هالنوم يا عيال كم لبثنا وش اللي كم لبثنا انت استهبل يعني كم الساعة الساعة 8 ها عامر ما شاء الله اشوف وجهك مفقع نوم فين نمت امس فالاستراحة يا سلام عشان كذا نومك ملخبط ومع مين سهران وفين تحقيق هي تحقيق اعترف متزوج علي ما تزوجت وينها هي بس افتك منس وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحة والله لا اوريك يا شيخة والله لا اوريك يا ابوي اهدى ابوي والله انت مكبر الموضوع انا مكبر الموضوع يوم كامل ملخمي ويوم تاني مفرفر وهو صاحي بدي افهم نفسي انت ايش بتاكل اكلت فول الصباح بس اكل فول ولا شيء تاني بتبلبعه شكلك انت مدمن والله لا ابلغ عنك ولا اعرفك ولا انت ولدي اعترف اقول لك والله ماني مدمن ولا حاجه يا ابوي الموضوع ما فيه لخبطه في النوم بس طيب ايش سبب لخبطه النوم يا حبيبي الساعه البيولوجيه انا اوريك يا بطل ايوه لا ابوك لو هتقول لي والله لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر اي صح نحط حد للسهر ونعدل نومنا اول حل الاستراحه ما نطبها الا كل ويكند بعدين ترى شكو شكفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا تقوله صادق يا محمد What do you need, sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير اسمع يا عامر من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعه 6 ما فيه عشان ننام بدري لا يا شيخ وش نظام السبايك حقك نشرب عصير والنام بدري موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله لا حول الله يا رب ليه كده بس هي مراه مغلبك قوي السلام عليكم وعليكم السلام هلا والله بالاب البطل هلا كيف حالك يا ابو شو اخبارك حبيت الكعبه هنا ابوك الله يسلمك شلونك طيب انت خير الحمد لله خذلك فنجان مهدات الزين لا لا يبقى هو ما اشرب ممنوع عنها ليش منبهات اخاف تسهرني ولا اروح الدوام لا اشرب قهوة ولا ابوك ولا نام ولا ابن الا العافية انا داري بس اني قلت بجرب جرب على كيف ما شاء الله وش المسلسل ذا زين؟ هذا والله عجبني قاعد اطالع فيه اجلنا بروح انام عشان اقوم الدوام قبل الله يصلح مع السلامة حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام عامر اي والله عامر في البيت والساعه 9
وجاي بنام، خلاص كفاية سهر، تعبت من طول السهر وانتظاره. أبستريح اليوم ماني بسهره. أشوان رابح ما يسمعس، اسمعي خذي أيبادس واطلعي للصالة شوف فيلمس، أوكي؟ أبنام أنا. حاضر من عيوني. الله يديم عليك الصلاح والهداية يا رب، تصبح على خير نوم العوافي. اشغلتونا، ما في استراحه الا الويكند والنوم بدري، واخرتها ما كملتوا 4 ساعات الا انتوا جيتونا. طيب وش اسوي؟ من وين اجيب النوم؟ سوينا اللي علينا وما توفقنا. وش بتزينوه بدوام باتر؟ الساعه 2 الحين. ما عليك ولد العم، نبي نروح مواصلين من الاستراحه على الدوام سيده. ما دام كذا كفته راح اجيب له رقه خل ربع. يا ورا دزه المطبخ ذا. طلع ورقة. اه ذا هي. ايه خلاص نلعب حنا الأربعة. صرف. تعال تعال. الحين أبي أعرف وراك جاي من الدوام بدري، ترى باقي على البصمة 2 ساعة. أنا أعلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام. ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة. بس تعرفون كم الساعة الحين؟ ليه كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد خير، وش فيكم وش فيكم انتو؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع احد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت حنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا زين، وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا، ما في بصمة يعني غياب، تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب بخاري. برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله. اوكي انا عارفه انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم، علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك. اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهور انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين أجيب النوم. أدب بيجي. صراحة وضعكم هذا
فيلم طويل ما حيخلص. وأنا من رأيي أنكم تتركوا الوظيفة. لا يا شيخ، ما صدق أن نلقى الوظيفة، الحين تبينا نستقيل. طيب وش أسوات؟ حياتكم مقلوبة والنوم مسوي لكم أزمة. الحل عندي بس بشرط عامل يسويه ويطبقه. أبشر بعزك. تم. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر البلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكا. والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهرنا وننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تتسلى من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تتسلى من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا الوطن والفخر والعزة هم فرسان. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال. غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال. غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي وتمر حالي. أركب بديتي عنا شباب هلا والله بجورجيا. يجي بالأدب لك. هلا 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 وردة، هلا وغاتي، هلا حبيبي، شلونك يابا؟ أهلا وسهلا، نورت جورجيا والله. من أنت؟ تعرفون ذا؟ لازم أقول لك الكفتة. تعرفه ما تعرفه أنت؟ يلا يلا نرجع يلا. أقول وش تبي يخلص علينا؟ حبيبي ترجمة سياحة. جايب غيره؟ وش تبي يخلص علينا؟ يلا أوكي. وين شكش؟ سم وين شكش؟ You are in my country, man. You must respect me. ايه وش الجمله يا طارق؟ ايه 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 وطارق تنعجتها بهالبيت من الصبح تكنس وتنظف وتغسل وتطبخ، ومسكينة مسكينة طاحت يدينها من الشغل. عاد شو وين أمك؟ أدخل المطبخ؟ وين أمك؟ شغل أورا بس قاعد تاكل أنت. واضح؟ إي واضح. وش كروز تقول؟ وش يلا بلعها بلعها يلا. خشمت خشمت كلنا سلة السيف ما شاء الله، سيف ما شاء الله. هو وش بلات أنت؟ خلنا نتأكد مسوي عملية تجميل بخشمها يطلع ولدنا أفغص أفغص أفطس أفغص أفطس. آها هذا اللي أنا أقوله من أول، البنت مغرورة وشايفت نفسها. هالكلام قلتها لأمكم. أمكم أمك يا جاهل حزة علمني رد عليك. الله يهديك بس يا أبو طارق، الله يهديك بس يا أبو طارق. أبو عامر أبو عامر صوت كل صبح إن شاء الله. الله يهديك بس يا أبو طارق. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهال.
ممنون يا حتى تعملنا شيء. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك بيعلق يعني طاقة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر الدلق والهم خرج الشباب بوم بوم أوه يا هلالي أوه أوه يا هلالي 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 شباب المتفائل بدنيا وصف حياة تنسلى من الأساس نور في الأجمل عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر الدلق والهم خرج الشباب بوم 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 شباب بوم هذا جواز قديم المرسومة على شفاه يا الله دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة تتسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال احنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجة تتنسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان نطلب بيبان المستقبل إلى السحاب نسبح عكسر ريح وننجح ولا نال غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي يقول لك هو فلوس ما عنده ولكن راح ينطيك قطعة أرض بمئتين ألف متر تسوى أكثر من فلوسك أرض بمئتين ألف متر؟ إيه؟ يعني كنت هطلع دي أقسم بالله واجد ها شكرا أرض بمئتين ألف متر ممتاز فصيمة فصيمة شكرا يا عمو يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله كارفها من صباح الله خير يبا إيه طبعا نكرفها أنا أبيها بعد ما أنا 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 لكن شو أسوي متحملها عشان قبلها على طول مش قبل قبلها إيه وصفا لطاري ليش تصفيق صفا لطاري يا حبيبي يا كفتة راحت عليه أدري إنه خروف هذا هرش سديس لو تطبخ فيه ست ساعات مستوى بياخذ لحمكم وكهربكم وغازكم الله يجزاك يرحم والديك لا لا جت حلوة بس يا عامر دائما تنكبنا يا أخوي خلنا من ذول اللي زرفونا ونروح ندرد يا أخي انت بانا مكرب شو أمور منك صحيح انطاع كويس يا قوتي كويس انطاع قد كلام ثاني حرام عليك
اسكت يا اخي عرفت لا تقرب يلا يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولون اسمي عامر لكن اسمي نور عساف اقولك ارفع يا اخي انتم شو الجمله الثانيه ولا لا ثاني خلاص يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولوا اسمي عامر لكن اسمي نور عساف والمثل يقول يخلق من الشبه 40 اكيد مشبهين علي لا يا شيخ اقول عيال فكونا من سوالف المفزره ها حركات بزارين وجني وقاعد يمشي خالي وقاعد يمشي خالي ايش تبي انت كمل تكفى يا عامر لا طريهم ترى يجون اقول خلاص امسك الضحك الحين ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها وش سالفة الشغالات اللي كل يوم من حاشين اي والله انك صادق كل يوم وكل يومين من حاشين كل ثلاث ايام انا صرت جمله ثالثه كويسه عندي طاقه عايشين حياتنا ما بين الاخوه والصداقه بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمه دايما مرسومه على هالشفاه نرمي كل حاجه ضدنا ورا ظهورنا وننساه الطاقه هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزه هالفرسان احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تتنسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون نياز وصف حاجة تتنسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا الرجل المواجع الرجل للرجل عجيب والله خلوا يفكون من نسواني شباب البومب يا بكى والبصمة دايما مرسومة على حشفاه نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهورنا وننساه شباب البومب دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان اوكي المرحلة حقك الجهاز؟ ايه حقي ما شاء الله عليك كويس يلا بدق على الوالد يلا هذا اكس المفروض ذا طال عمرك يلا عجل عليه نهيد وتراك منرفزني اكثر من حمد الله شكرا الله يا عامر لا اله الا الله 5000 لا اله عفوا عليك
ضرب والله البكره ضرب زعلت والله نزعل القلعه زعلني لا عيد من اول والله والله من اول احسن من اول هيا اكشن ياسر ياسر العشاء مره ثانيه في سوان اكشن ياسر ياسر العشاء كمان مره في سوان اكشن ياسر ياسر العشاء في سوان اكشن ياسر ياسر العشاء ياسر ياسر ما في مشكلة أنا أعطي 200 ريال بس ما في يركب حصان بعدين ما في يسوي كذا حركات البس كذا ما البس كذا بعدين عيد يلا مرة ثانية تبلا لا أنت تبلا أنت 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 لسه يلا كبروا لي أن أكون من المستوصفين في سفري سمتريين سمتريين أكون سمتري كوبوي نو موف طلع مسدسات ارجع عشان باقي لا اول شيء نو موف عشان بقول لك ايش المسدسات الكبيره اه يلا يلا كوبوي نو 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 موف نو موف نو موف كوبوي نو 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 موف يا اخي نو موف نو موف نو موف موف فايف فورد نو موف نو موف هاي تبون فطح ها؟ يا ولد وش ذا وصيك وش ذا ما يحتاج والله قلت بس كثر البلد والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة ضربنا ورا ظهرنا وننساه شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان حنا شباب المتفائل بنكم وبن من يا مناحي
لا لا الله ثم هالبطل وربعه ما صدينا العدو، والحين انتم ضيوفي ها والمحل ما ولا ما كان صدينا العدو. لا 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 ايوه ايوه لا بس انا ما حسيت عز الله انها فلجت قلوبنا وانبسطنا والله. لا لا الله لاك يا وش اكشن ما شاء الله يا شيخ عز الله انها اذلجت قلوبنا يا مناحي يضحك عليك عقلك انت وجهه من اليوم يضحك عزل هم بسطنا ثلجة قلوبنا قمنا براب جو 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 براب يو ار سمايلينج جو 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 هيز لوكينج يس بيكوز كاركتر ذس اوكي بت جو 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 سي براب والله يا مناحي يا شباب خلنا والله يا اخي يا شيخ لا تذبح العنزة الحين نشب من حليبها كاد بس دقيقة بس الولد بعيد خلي معلش يا اخوان ترى اللوكيشن خافض كثرنا ها يعني القطة دفعنا لك يا كل زي كل شيء هذا يعني هذا يقولك اقوى مو تسرع كلام هذا يلا فاين جوال مقفل غريبة ما هي من عوايد شوف وش يقفل جواله يمكن انه مات يا اخي اذكر ربك انت وجهك وش اللي مات وما مات لانه اي واحد يقفل جواله عندي احساس انك تعيده عندي احساس انك تعيده يا غشم يا حق غشاش يا غشم يا حق غشاش يا حكم يا غشاش يا غشم يا حق ذا يا غشم وشو يا غشم ذا شتا وصي بس وده مو يتصل ها 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 الله يجيبه وتعالي الله يجيبه حيو كفته
حيو كفته حيهم حيو كفته. عيال الخبط هذا كفته ولا لا؟ حاجة عجيبة إذا حاجة تعرف تخليني والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد في بدايتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواس سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني. جرح سكن في قلبي سني وخمس الحواسي سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله فاشينيستا دي. ما هي شغالة، ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي، خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. إلا الخدامة الجديدة. هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ أقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال وين وديها؟ أنا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور. بس هذا هو على كلام أمك، وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور، يعني إذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا أمشي قدام يمشي. اسمعي يا أبو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي أنا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمت الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لأمك، تبي شغالة مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري عامر، شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعة أدور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني أخذت عفشها وهجت. هو؟ يلا خلصينا، نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. أي حاضر، بس نظفيها. وإذا خلصت نظفتها روح أجيب المكنسة ونظفي السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب، وش مالها أنت؟ أنت زعلانة.
ما شاء الله ما شاء الله، كارفها من الصبح يبا. ايه طبعا نكرفها، انا ابيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. شوفوا والله يا معامر، في هذا حللنا العشرين ألف اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا الألف خمسمية راتبها. وتصاجن ابوك، خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين، نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك، مفهوم؟ مفهوم ماما. باقيتي المذهبة اللي اعطتك اياها اليوم، بسرعة جبيها يلا اخلص علي. ممتاز ممتاز، ايه دايما كذا، لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله، اوكي؟ انت ممتازة، خليك كذا على دايم، اوكي؟ يعطيك العافية شكرا. ايش عندك مع الشغالة؟ ابد، قلت لها وين طاقيتي؟ وجابتها لي. ومين قال لك أصلاً تتكلم معاها؟ ما كلمتها، أرسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس، مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله، لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك، سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. أبوك الغيرة. ميري حسوي معاكم ستربس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ميري فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف، أبيك تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايلة؟ أنا ما في قول، ممكن نفر تاني. أقول القابلة ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول؟ مشعل يا مشعل. ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما بي مشكله، ودي المكتب انا ما في قول. لحظه لحظه لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. أحس أن البلايستيشن فيها شيء. أقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما أصرف، أنا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. أوف 2016 متذكرها، فايز عليك بعد 2500 مرة. ها يا رجال فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامة. يلا يا عيال بعد اذنكم ابغى اودي الخدامة المكتب. يعني منسحب من المباراة؟ في هذا التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شوية اكلمها لي؟ يعني الخدامة اهم مني؟ اي اهم منك. زبادلة. نطف الجبة. عادي. اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز، وراي شغل وراي شغل، وراي خدمات الغيرة افتشهم. اوف عمى. وش السالفة؟ ابوك قال للشغالة القابلة وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس. انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد.
أنا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الأصيلة وبيقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. أها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. وسوي شكشوكة بس لا تكثرين البصل اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني داريه انك جايبه شغاله ما كان جبت شغالتي معي. وانا لو داريه انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسه هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. يا راس بالي بيد الخد يطوين حراير من ضراء. وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حط الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات يطعون برا. هذي البي داخل البي. عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي. بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخها أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخها أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه بابا؟ انت خلاه ما في هرمة اتلا برا. اي صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خلي يشيلهم. يلا عامر. عموري. عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وماخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري تعال يا زين التمر انا وياس تعال. يلا الحين ابحني انا بروح الاستراحه وانتي زيني المنتو اللي يقمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر لانه بس بنعنا رمضان الله يشرفه. ايوه انا معلوم كله بابا. لا تورملين شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات ام سعد جايبة شغالتها وياها. ها ايه
عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خالطنا السكري والمرحي والخلاص مع بعض. كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إلين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اصكك 3-4، غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل، وإذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. ألو. طيب خلاص خلوها تجهز أغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوعها من كرسوعها. اتخذ التمر السكري مع خلاص. ده شنو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم، انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها، كمخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش هتقول انت؟ يا حاج الخدامه دي عندها بنود في العقد، يعني اديك امثله مثلا. 1 لازم تشتغل 12 ساعة في اليوم، لازم في الأسبوع يوم إجازة، و3 وأهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامة، مثلا يا حاج أنت قاعد تخليها تغسل السيارة، لا يا شيخ، و4 فطور وغدا وعشاء، 5 يوم إجازتها لازم إنترنت وتسهيلات تواصل مع زوجها، 6 في أوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل HD طبعا. ما يمدي تدبرني أصير خدامة؟ اوه هاي زباين، انا وين ابغى القهوه منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا. يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله. وراها عليك يبا. وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش أسوي؟ أتحملها دافع فيها 20,000. أوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي بيجوني حريم أبيك تساعديني. أنا دوام ساعة 8 الصباح والحين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص أنا نوم. عجيب والله. خذها خذها الحين ودها المكتب، ما أبيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ ابن الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه. وعقب العيد امشي بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقة. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشة. ابلش. خلصنا من هالعله، المره ما تبيها بالبيت ابد. والله حاج شوف اسمع، احنا اخلينا طرفنا منها، من رايي كنصيحه يعني تنقل كفالتها. بعت ال 9,000 صافي؟ بعيبه، ترى الصومه طيبه. انا رجالي سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافيه يا منيره. بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يا ام عامر ابد اتصلي اتصلي، انتي تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟
هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هذه؟ عندي واجد ترى المهنه. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تمام الامر، على هالف ناس تستاهل. هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الاسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5000. 2000 ينطح 1000. 5000؟ دقيق. على وين يا ابو عامر؟ أبهج، أبى أدور كفيل. أم عامر تبينا فتشة؟ عجيب والله. مثل الناس يا اخي، لا هربت لك شيء، لا ترجع شيريا، ما تعرف تلعب، كم فارس هناك يا عيال. متى يجي عامر كذا ونكسر راسه يا حبيبي؟ عامر لما له يومين مسافر، وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل، والنذل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400. تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو؟ اليوم اشتري ساعة اطلق منها، المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا، احلى كفي واحلى تكوى، بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحة. بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقة دقيقة. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر، انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما هرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يهو عامر يا ابن الحلال، تأكد أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكفر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقيل لنا إنك عرفت بيته؟ إيوه. خلاص يا قول البيت. يلا هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد، بس ارسل إيميل للشركة وبلغيهم إنه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. السيارة وعنده سواق. إلا قسم بالله إنه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع.
اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. أبشر. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. افتح افتح اخس يا عامر، فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت، لا تقول ما تعرف انا ولد عمك. افتح. ما فيه الا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول اي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ اشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحكي ذا؟ وين النابو؟ احنا وين عايشين بو؟ انا اقول انه فاقد للذاكره. اي والله انك جبتها، عامر فاقد الذاكره وهو بنفسه يعتقد انه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال، عض لك على شحمه انت واسكت، بعدين تعال يدمش انت وياه. كيف فاقد الذاكره وعنده ذا السياره وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم الا اذا جبنا عامر هنا. يا جماعه الاستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، ورح يكون شريك معنا طبعا بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله رح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائيا زي ما هو، ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا، بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله. أبشر، اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدروش عقوبة الخطف؟ يا ولد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي بنفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام. الظاهر ما في فايدة يا عيال. أقول نقعوا الخيزرانة. يا الحين هذا اللي هالحين قاعد يشتغل من الصبح وقاعد نفس القعده دي
وعمال يطلب مننا كل حاجه. حول ولا قوه الا بالله. لا قل لي وشه من اللحيه ملوش حل. مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها. احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابع. حاضر. لا يروح عن عينك سامع. حاضر يا فندم. حاضر بسرعه. انا نور ما انا بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم. قلناك استاذ نور اهرج انطق. زيد يا شكوش اصبر يا عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه. اي سود عليه. أي. سود. اي اي نور طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟ تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا 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 هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت الذاكرة تصاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. أي هي نعرفة. يلا جايين. يلا عيال هيا. قلت لكم انا ماني بعامر، انا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. انا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركه ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. انتم ناس ما ينفع معكم الا القوه، واخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الصراحه وصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بك. انا بصراحه
احسد الاستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعة، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي انك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. انت وصلك كل حاجة بقى. فعليك، انا ثامر والاجر على الله. عموما دوق بحضرتك. استاذ يعني ممكن اسألك مثلا راتبك كم؟ مستورة والحمد لله. يعني مثلا نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما له داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلاً لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة؟ لا ما أعتقد، يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك، تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي صفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟ يعني هذا مو هو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامحنا. يا جماعه هذا سيارة عامر. السيارة سيارة عامر، وعامر يقول أنا نور. إيش الحكاية؟ إيش الهرجة؟ سألك أهلا أستاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني اركب معك اني حسيت انك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق 2 شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ما أدري شو أقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل أمانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت إني محاسب بسيط واكتشفت إن في رشاوي
ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي، وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتي. إحنا شباب البوم. شباب البوم يا. طفت سيارة خالي في وسط الهدى والجو ظلام، ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة، وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصوات ما هو. أصبر دحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني جني؟ أيوه جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي، والجني يجري وراه، وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا، مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر لا تطريهم يجون، ترى أسلوب تخويف وحركات مبزلة ما نبي. أوكي وأنت قاعد خالي يمشي، قاعد خالي يمشي، لا تفك علينا، تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تا 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 وين رايح؟ أروح بيتنا، وين بروح؟ أوكي وجن ما في جن، تفهم أنت ويا ولا لا؟ كره. أجل ما في جن يا ورع ها؟ يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شكش، بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه، بس صراحة زعلتني منك. داخلين علينا مدرعم لمحايتي وزر ورع. ناظرني ورا ما تناظرني، ناظرني انت مناظر ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص آخر مرة والله صدقت. حرك السيارة، لا حرك هلك بسرعة، حرك. وين؟ أبغى أروح أنا وياك مشوار فيه رجاجين وفيه ناس، ما أبغى أشوف شكلك كذا، أبغى أشوف شكلك رجل. طيب. قال إيه؟ قال ما في جن. حرك. تفضل تفضل، ما احنا الا اخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا هلا وسهلا. ياسر ياسر وش جابك هنا؟ تعرفهم؟
خويك صح؟ يا خوي قلب قطو والحين أعرس. تحداني أصير كفتة؟ ما تحداك لا. قلت حداك شيك بهي أنت يا أخوي. يمشي يا أخوي يمشي يا أخوي، خليك رجال خليك رجال امشي. ما شاء الله جايبين ابو نوره. هي ابو نوره والاسبوع اللي راح رابح تو الحفله تبدا. اي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خيال. عاد عرفت المكان، سير علينا ها؟ يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان. ناسي إن صرنا أصدقاء ذا الحين. إي صح أصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة. وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف سلام يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جني محترم. شفتك في استراحتنا مع ممنون، حبيت أنصحك منه. ليش وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممون؟ ممون هذا نكبة. بتشوف، لا تسمع لا ترى لا تتكلم، فهم؟ أبشر. لا أرى لا أسمع لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يمه، حب بخاري مع الرز. إيه عارف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابلهم في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلاً مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك إيه لمباراة النهاردة؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراة اللي فاتت ولا هيغير، وخصوصاً إنه ظهر بشكل سيء جداً في المباراة اللي فاتت؟ في الحقيقة من الضروري أن ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لأن لو أستمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك مستحيل يتخلى عن قناعاته الغبية. بشا بشا تفضل. هنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ابي حبه بخاري مع الرز واربع لبن. عندنا عصيرات طازه هتعجبك قوي. اما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. اتفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي الضرك.
وش عندك انت ناشفني بكل مكان؟ يا ولد اخلص علينا، انا بنطلب يا ولد. طيب اصبر يا اخي، انت ما تفهم، قاعد اتكلم مع الرجال. ايه اتوفت النحل كتير، يلا روح شوف طلبك يلا. انت وش عندك هنا؟ روق يا ولد روق، ما قلت لك اسحب عليه؟ وش اسوي؟ اسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ورع، حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. هلا. سمي با عسى جبت من المطعم اللي أنا أحبه. أفو عليك، بس أحلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافية ولدي، يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله. معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياه. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبه دجاج مع الرز، ممنون هو السبب. وش مجنون وممنون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اقوم اسوي لك تونه. تعال يا دليل اسوي شيء ابد، ولا انا مسوي شيء خلاص. ما انت بصاحي فيك بلا. ما شاء الله ما شاء الله، تلعب البلاي ستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها، واذا انت رجال وقف لي يا اخوي. انا ماني رجال، انا جني. يا رجال عمر عمر، وش مالك تتطط كامس هبلت انت؟ لا عاد انت زودتها، والله ما خليك والله ما خليك. عجيب والله عجيب. ابوي لا جني اذهب عن وجهي اذهب. يا اخي ثور بذر، في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ذا؟ احسبه انت؟ لا 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 لا، اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي مسويه. ركز ركز يا عامر ركز، ترى الدعوه ما هي بها اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخي شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون خطالك شحن البطارية توصيني بشيء؟ سلامتك الله يستر عليك.
عبي بنزين فل اخضر يا صديق، طقة واحدة. طيب. على ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص. الجوال! على كيفك تصرفني؟ تحسب ما في حكومة ما في شرطة؟ الحين اسلمك ورع. وش تبي مني انت؟ وش تبي مني؟ ابيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. نبي سيارتك. الهلي يا يا ارحب. ولد وش الصيدة؟ سلام يا عيال، هذه السيارة يبغى لها تفكيك سريع سريع، قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة. يا عيال يا عيال، ذي سباينها عندي عندي في ذمتي يا تشالي، احنا مدورينها طوارئ. هات يا حبيبي هات، بس لا تنسى انت هو السيارة انا اللي جبتها، يعني نسبتها الكبيرة لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبة الكبيرة لي؟ اركض ها اركض. لا ما انت تدعيك، بس ما انت تدعيك انت. نزل يدك. وي وش ذاك انت؟ وش ذاك يا اخي؟ ما مديت يدي عليك، مجنون انت؟ وش ذاكم يا عيال؟ ليش مديت يدك؟ لا تتبلى علي، ما مديت يدك. خلاص خلاص خلاص، هدوا 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 هدوا. ورعان انتم ورعان، تهاوشون عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة، تهاوشون. عيب عيب، ما يصير يا شباب. اتفاهدوا عشان سيارة عشان سيارة. صب صب ورع، عيال عم تهاوشون، وش خليتوا المبزرة انتم؟ عيال عم وعيال خالة وبعد، ويفركوا هلي والتشريح، والله عيب. يا عمي ذبح امنا امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب ام الهرجة والاتفاقات. اقول لك ولا ذبع اعتذر من دعمك. ابشر يا عم حصل خير. اعتذر من دعمك الثاني. حصل خير. يلا هنستعد. والله ما تروح يا عم، نبغى نعشيك الليله تكفى. وش عشاكم؟ اللي تطلب اللي تامر، ابشر. عشا؟ والله بين عليك من كابك وطقمك انك تبي سمك. ها اقول كل تبن. انا اشهد ان الرجال علومه طيبه. قليل الوقت ذا تحصل امثاله، كفو شهم. يا عيال ترى ما عرفنا ذا من هو. يا ابني احمد ربك انه دخل علينا ولا كانت ذابحنا. يا عيال الهل هلا ياسر يا اخوي، وينك انت؟ قايل لك منك بعجل علي. وين ديساين ريال؟ اصبر انت، ما تشوف سيارتي انزرفت؟ خلاص بعطيك اياها. راح اخلص اخلص بسرعه. اتحداك الجن البطل. انتبه مره ثانيه يا ورع. كفو والله، تكفى يا مداح، وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد. فكني من ممنون. ما في حل الا تطنش. ان بديت تفك فيه بيجيك مره ثانيه وثالثه ورابعه، ويا مصيبه تبي تحصر قدامك اعرف انها منه. طنش تعش، فهمت يا ورع؟ فهمت فهمت. وين ديساين ريال؟ طيب طيب لا تنفخ. ما دام رجع الموتر ابشر بعزك، هذه 200 ريال، الباقي لك. شكرا. عفوا. لا والله بالهلي.
يا عيال ذا ازعجنا بشخيره. يا ابوي يا شخيره دخل جوا راسي، خشم الفقي ذا يبغى له توضيب. العب العب العب. الحين بتلقم. حريقه يا عيال حريقه! حريقه حريقه! يا عيال حريقه! ايش قوم حريقه يا عامر قوم حريقه قوم بسرعه يلا قوم طنش لا تفكر فيه يجيك طنش ما هو الحمد لله على السلامه الله يسلمك وضعك دلوقتي مستقر مع ان الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيره جدا بس الحمد لله ايام وتتحسن الحمد لله السلامة يا دلخ أنت؟ وش جابك يا وجه النكبة؟ الحمد لله السلامة يا عامر طنش لا تفكر فيه يجيك لا تفكر فيه شكل سالفة التطنيش ما شيشتن عليه لا الحين صدقك يا بداح بسرعة أنت دلخ دلخ أنت واقف وسط النار والجوال معك لين النار شبت فيك دلخ وش السالفة؟ انتم مع بعض احنا اخوان واكثر من الاخوان احنا واحد بعد مركز بديتك احنا شباب